تقصد قيمة محدد. أنا بالنسبة لي الآن في أشياء أبغاكم تعرفوها. واحد، أن المشروع بالنسبة للزمن، موضوع الزمن، المشروع عندنا في أخطاء تحصل. واحدة من الأخطاء أنه أحيانا يجيك مشروع، شوف المشروع إدارة من الإدارات رافع لك مشروع، أسمي أنا المشروع الصرمدي. عارف كيف الصرمدي؟ ليس له بداية وليس له نهاية. مشروع جاي كذا بدون لا بداية ولا نهاية، صرمدي. هذه واحدة من الأخطاء، الصرمدي كذا ما له بداية ولا نهاية. تقول لك، تقول له يا أخي هذا المشروع كان هذا آخر من عملنا، كل سنة إحنا ننفذه. طب أنا ما عندي مشكلة نفذه كل سنة، بس أعطيني المهام اللي داخله التفصيلية عشان أستطيع أقيس. إذا أول شيء الأخطاء عندنا الصرمدي. عندي مشروع اسمه مشروع الأبدي. إيش يعني الأبدي؟ الأبدي سلمكم الله، هذا المشروع الأبدي بهذا الشكل، مشروع له بداية ولكن ليس له نهاية. كذا جاي يعني يقول لك بداية المشروع يبدأ من يوم 2/8. طيب متى نخلص؟ ماشي خلص، دخلنا الآن في النشبة. تقول لي يا أخي أعطيني، أنت بدأت يوم كذا، أنت انتهيت يوم كذا، في النص في إجراءات. أنا الآن ما أبغاش الإجراءات اللي في النص، أعطيني بس متى نبدأ متى ننتهي عشان أعرف أنا حتى متى ملتزم لك في الأمور المالية، أنا حتى متى ملتزم لك بالموظفين. إذا واحدة من الأخطاء المشروع الأبدي. واحدة من الأخطاء أيضا عندنا مشروع اسمه مشروع الأزلي. يعني كيف الأزلي؟ المشروع جاي بهذا الشكل وهنا عندنا من؟ النهاية. يعني كيف الأزلي؟ يعني هو جاي يقول لك أصلا السنة الماضية إحنا اشتغلنا ودحين السنة دي إيش بنسوي؟ بنكمل. طيب متى تبدأوا؟ بدأنا السنة الماضية بس دحين السنة إحنا نبغى نكمل. طيب إذا كنت بدأت السنة الماضية معليش ممكن تعطيني تقارير؟ تقارير إيش؟ تقارير مشروع نفذناه السنة الماضية عشان أعرف أنت فين وصلت. مش السنة الماضية مسوي حفل والسنة دي تكرر لي نفس الحفل، أليس كذلك؟ إذا نبغى نعرف إن المشروع عندي من الأخطاء.